السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم. منكم تكونوا مزيانين، أحوالكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في وصفات أمي أم الناجحة، اقتراح جديد ولذيذ إن شاء الله، اقتراح اللي ولا بد منه في الطاولة ديالنا نهار العيد إن شاء الله. مكونات الاقتصادية وكيجيو خفاف ورائعين، واحد الميني كيكات اللي كيف ما كتشوفوهم خفاف كي الريشة ولا أكثر من الريشة. المهم مكوناتهم كيف ما قلت لكم اقتصادية بزاف، تابعوا المقادير معي إن شاء الله والطريقة. بسم الله على بركة الله. كيف ما قلت لكم المكونات، غادي نحتاج لواحد البيضة، بيضة وحيدة، وشوية ديال الملحة، واحد الساشية من الفاني، وعندي هنايا نص كاس ديال السكر سنيدة. مكونات غير يعني غير شويه، ولكن كميه راه زوينه. صافي كنطرب هذيك البيض مع داك السكر، كيرجع الخليط هكا الطريقه اللي مالوفه ومعروفه واللي كنديروها دائما حتى كيتغير اللون ديال الخليط. انا مع بيضه وحده، راه ما احتاجيتش كاع نطرب الطراب الكهربائي، الطراب اليدوي، وراه كنحصل على النتيجه كيف كيف. يعني ضفت عليهم نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، ونص كاس ديال الزيت، وكاس ديال الحليب. القياس دائما بكاس الحليب، خذوا اي كاس وديروا نفس الكميه به، يعني نص كاس نص كاس في كاس. غادي نضيف هنا واحد المعلقه ديال الخل اللي كيخليو هاد الكيكات ولا هاد الميني كيك كيجي خفيف بزاف صراحه. هاد الخل عنده دور رائع. بالنسبه للدقيق، هنا احتاجيت جوج، انا عبرت جوج ديال الكيسان بكاس العنبه ديال الدقيق، كنبقاو كنضيفو فيه بالتدريج كيف ما كتشوفوا هكا حتى كنحصلوا على القوام المطلوب. المهم خد ليا جوج ديال الكيسان. من قبل ضفت هنا واحد الساشيه ديال الخماره ديال الحلوه. هاد الساشيه انا عندي فيها 15 غرام، درتها كلها صافي. ونكمل يعني وانا كنخلط مزيان داك الخليط ديالي. المهم علاش ما كنضيفوش الدقيق، راكو عارفين في مره واحده على حسب النوعيه ديال الدقيق. يعني كاين دقيق اللي تقدروا تحتاجوا قل من جوج كيسان، وكاين اللي تقدروا تحتاجوا اكثر من جوج ديال الكيسان. داكشي علاش كنبقاو كنضيفوا شويه بشويه حتى كنحصلوا على هذا القوام. ها هو كيكون ماشي خفيف بزاف كيف ما كتشوفوا، وماشي ثقيل بزاف. ده هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه في هذا لي ميني كيك كيف ما شفتوا. صافي بالنسبه ليا انا درتهم في هذا لي مول الصغيورين، بعد طبعا ما كندهنهم بالزبده مزيان، لان كتعرفوا هادو هاد التشكيل كيلصق ضروري خصو يتدهن بالزبده. يعني ماشي نوعيه زوينه اللي عندي هاد النوع ديال هاد المولات، داكشي علاش كندهنهم مزيان بالزبده ونرشوهم بالدقيق. كانوا عندكم مولات وحدين اخرين، راكم ديروهم اللي بغيتو. بغيتو ديروا حتى في مول واحد كبير بواحد، يعني واحد بلا ما كانش متوفر هاد المولات الصغيره، ملي تديروها في مول كبير غادي ديروها في مول كبير بنفس الطريقه ونفس العبار. بالنسبه لهاد المولات غادي نعطيكم القياس اللي عنده بحال هاد المولات ديالي. المهم انا كندير فيهم جوج ديال المعلقات، واي مولات خديتو ما تحاولوش تعمروهم، يعني خليو السباسيو السباس فين غادي يطلعوا لنا داك الكيك، وما يجيوناش فايضين على يعني بعد ما كيطلعوا يفيضوا لا لا المولات. خصوصا حنا غادي نزيد لهم الكريمه، يعني غادي نخليو سباسيو، نخلي لهم شويه ديال السباس. جوج معلقات هنا كافيين وما عامرينش مزيان. صفيت وكنعمر هاد المولات ديالي كاملين، من بعد كندوزو للكريمه باش غادي يعني نزينوهم. انا عندي هاد لاكريم، هادي باتيسير، هاد الكريمه بارده يعني ما كنطيبوهاش، ماشي بحال الكريمه ديالنا ديال المغرب. بالنسبه للبنات اللي كاينين هنايا، المهم انا كناخذها من الدي في ايطاليا، في اوروبا كان راه كاين الدي طبعا. كناخذها وكنزيد عليها الحليب غير بارد وكنطرب، ما كنسخنوش يعني غير بالحليب بارد كتطلع هذه. صافي بالنسبه للقياس كيكون دائما في العلبه. بالنسبه لهاد الساشيه، ساشيه وحده كنديروا فيها 250 مليلتر ديال الحليب. الا بغيتو ديروا ساشيه كلها، الا بغيتو ديروا غير شويه غديروا شويه وتبقاو تضيفوا الحليب بالتدريج وانتم كتضربوا حتى كتعقد معكم. ها انتم كتشوفوا حتى كترجع يعني عاقده صافي، تو كتخدموا بها.
بغيتو ديرو صاشيه راه طبعا غادي تزيدو لها 250 مليلتر ديال الحليب. صافي غادي نديرو في واحد البوش هكا باش يساعدني انني نخدم به. شتو القوام ديالها كيفاش كيكون؟ وحتى هي صراحه الله بنينه. انا ديجا كنت كنخدم بهذيك ديال المغرب اللي كنديرها يعني كطيب، وهذه القوام ديالها عجبني حسن صراحه، لذيذه بزاف بزاف عجبتني. صافي تبقيت كناخدها هي اللي باش كنخدم دائما. صافي من بعد ما حطيته في البوش كنحاول نخلق واحد يعني واحد الخطوط هكا على داك الكيك ديالنا. وراه هاد الكريمه ما كتنزلش، يعني الا درتو القوام ديال العجينه كيف ما عطيتكم راه الكريمه كتبقى في بلاصتها، يعني ما كتنزلش ما كتنزلش للعجين. صافي كنمشي بهاد الخطوط هكا. المهم الشكل ديرو نتوما اللي بغيتو، المهم انا عطيتكم غير اقتراح هكا، كيجيو هكا النظر ديالهم زوينين وكيجيو رائعين، ولكم الاختيار في اللي بغيتو ديروه ديروه طبعا. صافي وجبت هنا شويه ديال اللوز ايفيلي وكنحاول حتى هو نزين به غير هكا شويه شويه. بالنسبه للفران غادي ندخل الفران، من الطياب ديال الكيك العادي ما ديباسيوش 180 درجه باش غادناكم طيبوا الكيك. انا عندي فران كيشعل من التحت ومن الفوق، يعني كنحاول ندير اقل من 180 درجه باش ما يتحرقوش ليا. طبعا كنحطو في الوسط ديال الفران وكنخليهم حتى كيتحمروا وكياخذوا هاد اللوين هذا، كيجيو رائعين رائعين. كنصحكم انكم تجربوهم، على حسابي غادي يعجبوكم، اكيد غادي يعجبوكم بزاف بزاف. صافي غادي نخليهم هنايا حتى كيبردوا وعاد كندوزو كنديمو ليهم. ملي كنكونو دهنا يعني ليمون بالزبده مزيان والدقيق راه كيديمو لولينا بكل سهوله، ولكن ماشي هما سخونين، خليهم حتى كيدفاو شويه عاد كتحيدوهم من الليمون وكتحطوهم طبعا في الطبق ديال التزيين. كيكون شكلهم رائع، ولكن المذاق والخفه اللي فيهم كتكون اروع صراحه الله، كيجيو خفاف بزاف بزاف رائعين. نتمنى انه طبعا يعجبوكم بالنسبه للناس اللي غادي يجربوهم. المهم وخليو لنا في التعليق كيف ما ديما وكيف ما ولفتكم كيف جاكم هذا الخير وصدقوا معكم ولا ما صدقوش، واكيد غادي يصدقوا معكم الا تبعتوا هذه الطريقه. راهم بساط اصلا، هما لا في المكونات ولا في الطريقه، المهم وكيجيو من فوق هذا الشيء كيجيو خفاف خفاف رائعين بزاف بزاف. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، نتمنى انه يلقى الاعجاب ديالكم. تبقوا على خير الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله. مع السلامه. Thank you.